FM سبيسيال سانتي مع هجر الحناشي. يا فهم أحلى راديو وعسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا طاو ماضي 3-6 دقائق. هذه ألو يا فهم سبيسيال سانتي، موضوعنا اليوم هو إزالة الوشم بالأزير، وحاضرة بحدينا دكتورة صبرة بن تعزيت، طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية والعلاج بالأزير. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع ده مرحبا بتليفوناتكم على 31-380-ألف. ألو يا فهم سبيسيال سانتي مع هجر الحناشي. دكتورة مرحبا بك وحدينا في إي إف إم. عسلامة، عايشك الله يخليك. دونك دكتورة، احنا باش نحكيو اليوم على إزالة الوشم بالأزير، احنا هبطنا للشارع التونسي واستناهم، حسب رايكم عندكم فكرة كيفاش يتنحى الوشم بجميع أنواعه؟ طبعا بعد نفسروا أنهم هم يتنحاوا بالأزير وإلا لا، اسكو فيه مضاعفات، اسكو النتيجة مضمونة وإلا لا؟ نسمعوا شنو قالوا بعد نجاوبوا. قبل كل ما نجموش نحيو التاتواج، توا فما لا تكنولوجيا موجوده نجم نحيو بالازير كيف تاج تعمل تاتواج ما تنحي بالازير من اللي حاسب على عندي انا ما فيهوش مضره، والحاسب ما نعرف اذا يقولوا ديما الازير فيه ديزيفي سكوندير، معناها باش نحي تاتواج بالازير ديما في معناها ديزيفي سكوندير، حاجه داخل في وسط بدنك مش كيما حطانو كيما التنحيم تاعو. على فكره راهو التاتواج التنحيم تاعو بالازير راهو بالسنتيمتر اللي نثبت عليه هنا واللي في بالي به انا من الاصل، وغالي التنحيم تاعو، التنحيم تاعو اغلى من التام التاتواج. والله انا عملت تاتواج في حواجبي صافي توا 5 ans، الحقيقه من الاول كانوا عاجبيني، من بعد حبيت نبدل توا بويسكو توندونس اخرى، وليت حبيت نبدل الفورمه نتاع الحواجب. ايما كيف مشيت باش نحي تاتواج هذيك ما تنحى، واش كل مره نمشي دي سيونس يقولوا لي سيونس هذيا باش تنحى، سيونس هذيا باش تنحى، لقيت حواجبي تنحى، خف الشعر في حواجبي والتتواج ما حبش يتنحى. دونك نحب نعرف انا تويكا باش نحي تتواج باللازير اسكو ينجم يضر لي ساعه البوم تاعي، خاطر عملت دي سيونس برشا باش نحي تتواج وما تنحاش وخف الشعر. ثاني حاجه نحب نعرف ماشي حاجه تنجم ترجع لي الشعر هذاك اللي خف، خاطر فريمون كاتاستروف الحكايه، ولات في وجهي بلاش كريون بليش حتى شيء، ما عادش نجم نخرج. وانا ياسر ما نحبش برشا المكياج، نحب ديما حاجه ناتوريل في وجهي، ما نعملش حاجه كبيره. دونك ماذا بيا نعرف ماشي سوليوشن باش الشعر هذاك يرجع لي في حواجبي ويتنحى لي التاتواج ديفينيتيفمون. انا الحقيقه ضد تنحيه الوشم باللازير، خاطر يخلي لي بقعه مارون كل حاجه المحروقه، وينجم الشعر ما عادش ينبت فيها، وفما شانس يعمل لي كونسير. بيه كنا نسمع مختلف الاراء. دكتوره كان فما حاجه غلطه تقالت بيعتنا، نحاول نصلحوها ونفهمهم تخطو في الموضوع هذا، خاطر فما برشا حاجات غلطه، فما برشا حاجات ما يعرفوهاش، دونك نحاولوا نوضحوا الصوره احنا للناس الكل. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو ازاله الوشم بالازير، اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ديجا نحكيوا دكتوره على انواع نتاع الوشم، طبعا نفهموا علاش زعما نحكيوا على الانواع، مش من بعد نحكيوا كيفاش نجموا اللازير يلفا اجي على الأوشام هذي. فضل تتفي. ألوغ هو الوشم شنو ديجا؟ هو نحطو كريات متاع حبر اصطناعية في الطبقة الثانية متاع الجلدة، يعني في الدايغ ما احنا نقولو الأدمة. الطبق الكريات متاع الحبار هذوما كريات اصطناعية، وطريقة حطانهم وألوانهم هما اللي خليونا نفرقوا بين الأوشام. يعني نبداو بالوشم التقليدي اللي نعرفوا به الجدات نساء الكبار اللي كانوا يعملوه تجميلي ولا علاجي. ساعات قبل نساء يبدا عندهم وجيعه في المفاصل يعملوا شام في البلاصه هذيك على اساس انه باش يعاونهم في العلاج. هذاك الوشم التقليدي كان يتعمل بإباري بسيطه عادية، ويحطوا اون بودغ كحلة، ينجموا يحطوا الغنج، ساعات يحطوا الكحل في وسط لو ديرم، ويتسكر الجروح اللي عملوها يولي تاتواج. هذاك الوشم التقليدي اللي هو تنشوفه من بعد علاش هو اسهل واحد. عندنا التاتواج الثاني هو الاماتور، احنا نقولوا وشم الهواة. وبشم الهواة يبدا لونه نورمالمون اكحل، لون واحد، الديسان ما يبداش كومبليكي برشا، كمية الحبر ماهيش كبيرة، وتتعمل بان ستيلو، يعني جينيرالمون الكريات تاع الحبار هذه تتحط في نيفو معين في الجلدة منتظمة. مش كيما الوشام التقليدي، هوني قد ما تكون الوشمة سوفيستيكي ومنتظمة ومعمولة بالكدا، على قد ما يصعب تنحيتها، على خاطر كريات الحبر باش يكونوا متداخلين في بعضهم، وتنحيتهم باللازير باش تصعب. دونك من التقليدي للهاوي بدينا تصعب المهمة شوية. الثالث اللي هو البروفيسيونيل، البروفيسيونيل يبدا فيه برشا ألوان،
كمية كبيرة متاع حبار، والدايوغ ساعات تلقاه اون غولييف عامل لو ديسان تحسو فوق الجلدة طالع شوية، ويتعمل ساعات حتى على مراحل والديسان يكون كومبليكي. هذية من أصعب أنواع لوشام تنقلوا عليش. يقعد لنا لوشام الكوسميتيك اللي يعملوه باش يصوروا لي سورسيل كيما اللي سأل التول المستمع، اللي يعملوه باش يصوروا الحواجب، وإلا كيما المكياج يحطوا به الكونتور نتاع الفم. هذيك الكوسميتيك جينيرالمون تيوريكمون ماهوش صعيب، أما لكن فما حاجة تتعمل سوفون اللي هو نخلطوه بودغ بيج اللي هي ديوكسيد دو تيتان باش يكون اللون ناتوريل وفلاشي والكل. هذيك صعبة علينا، المهمة تنقلوا عليش وشنو نعملوا باش نسهلوا الأمور هذي. يقعدوا نوعين اخرين تاع تاتواج اللي هما ما نتعرض لهمش ياسر، اللي هو الاكسيدونتيل يصير بعد حوادث، كي يتعرض الانسان حد الشغل ولا حد الطريق، بعد ما يتسكر جرح نتاعو يلقى كيما بلاصه كحله كيما اللوشم. هذيك معناها نوع معين نادر شويه، وفما الطبي يعملوه الطب نتاع الغاديولوجي باش يعملوا غاديوثيرابي على ورم، يومروه بوشام حتى ذيك بعد ما تشفى الباسيون ولا يشفى الباسيون. ساعات عندنا دوموند باش نحيوه. كيفاش يعمل اللازير على الوشم هذا؟ كيفاش يصير؟ الوغ اللازير هو ساعه طاقه، هو نوع نتاع ضوء، الضوء هذايا معناها يتعطى في وقت قصير ووجيز برشا بسرعه كبيره. الطاقه هذه كي تتعرض تتداخل مع كريات الحبار الموجودين في وسط الجلده تترشق. دونك احنا باش نقوموا بتفتيت الكور نتاع الحبار اللي محطوطين في الادمه باللازير هذايا. الوغ جينيرالمون الباسيون في بالو اللازير كيما الغوم باش نتعداو نفسخوا اللازير لوشام، سي با فري. احنا المهمه نتاعنا هو تكسير كريات الحبار. شنو باش يصير بعد؟ كيفاش باش يتنحى لوشام؟ باش تجي الخلايا البيضاء، عندنا الفاغوسيت، هذوما خلايا مختصه في تنظيف الجلده، كي يجيو ويشوفوا الكريات هذوك متفتفتوا كيما الفتفات تحت الجلده باش تجي الكريات البيضاء، هذوما باش يبداو ينظفوا. التنظيف هذايا ياخذ برشا اسابيع، مينيموم 6 اسابيع، يعني كل حصه باش نعملوها باش نكسروا كريات الحبر يلزم نخليو الوقت الكافي للخلايا البيضاء باش تجي تنظف الفتفات اللي عملناه. بيان سور من حصه لحصه الفتات هذيك نتاع الحبار باش يكون اصغر، واحنا بطبيعتنا نقويو في لي بارامتر، تو نحكيو عن حاجات نعاونوا بهم لو باسيون باش نسهلوا باش يتنحى اللون بطريقه اسرع. دونك ما نجموش نعملوا حصه في جره حصه في اقل من شهرين، اقل ديلي نحترموه بين الحصه والحصه دو موا باش نخليو جوستومون الوقت الكريات البيضاء للمناعه انها تجي تنحي. بيان سور لوشام كي يبدا قديم مثلا عنده 10 سنين البدن يتفطن له، يعرف اللي هما هذوك الكريات داخله على الجسم وتبدا عمليه التنظيف سبونتانيمون من غير لازير. دونك الجسم يبدا يعاوننا من قبل ما الباسون يبدا يقرر باش ينحي، دونك يجينا اسهل. كي يبدا تاتواج جديد ولو بيغمون قوي واللون غامق وفيه برشا الوان من الداخله، بيان سور يحب لنا اكثر حساس، ونزيدو نحكيو هذوما في الصعوبات اللي ساعات نتعرضوا لهم. اذا كان واحد عمل وشم ما عجبوش ما ظهرلوش باش يكمل فيه ولا تبدلت رايه لسبب ما، وقتاش ينجم يبدا يخمم باش ينجم يمشي ناحي الوشام هذاك؟ احنا قبل نقولوا الوشام احسن حاجه كي نحبوا نحيوا نحيوا بعد 6 شهور قبل تو بالماكينات الجدد، رانا نجموا نبداو احنا نقولوا دي لا ريزولوسيون دو فاز انفلاماتوار. اش معناها؟ معناها اي وشام يعملوا الانسان راهو باش يصير نوع نتاع التهاب. كي يمشي الانسان مختص في الوشام ولا يعملوا صغار ساعات يبداو يلعبوا مع بعضهم يوشموا لبعضهم باش يصير شويه التهاب شويه قشور شويه حموريه. هذيك الفاز انفلاماتوار تاخو 10 ايام جينيرالمون. ال 10 ايام هذوك اون فوا فوتناهم والجلده هدات بعد ما تعمل لوشام ما عادش فما حموريه وجيعه، راهو اذا الانسان غير رايه ولا حب يبدل لو ديسان والا ندم والا وقتها نجموا نحيوه. دونك نجموا نحيوه نبداو في التنحيه من 10 ايام بعد لوشام حتى كشي اللي يقرر ساعات الباسيون بعد مده طويله بعد سنين. ساعات يقول لك هذيك مرحله صعيبه تعديت في حياتي نحب ننساها، لوشام هذاك نحب نحيه. حتى بعد 10 20 15 وقت ما تحبوا نحيوا نحيوا، اصعب فتره هي الفتره الاولانيه. دونك اللي باش يبدل رايو بومي قرر من الاول ما يعملش، يعرف باسكو مش بعد ما خاطر نتصور على حسب انت حكيت بكري باش تولي اكثر دي سيونس واصعب التنحيه هكا. طبعا نزيدو نحكيو كيفاش الريزولتا باش يخرج. جوست نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو ازاله الوشم باللازير. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. حاضره بحدينا الدكتوره صبره بنت عزيز طبيبه مختصه في الامراض الجلديه والعلاج باللازير. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف مع هجر الحناشي.
رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربعة متاع العشية. موضوعنا اليوم هو إزالة الوشم باللازير. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ودكتورة أنا مشهور محبة حبة على الحصة من نهار اللي هو قرر وجي باش ينحي الوشم هذايا متاعو. كيفاش تصير الحصة هذايا؟ على قديش؟ شنو نعملوا من الأول من بعد؟ فأدوكم الكل. الحصة تتم ساعة بنج موضعي. أول سؤال يسألوا الباسيون توجع ولا لا. ألوغ الوجيعة في دي تاتواج ماهيش وجيعة كبيرة برشا، أقل حتى من الوجيعة متاع ليبيلاسيون لازير، على خاطر احنا عندنا باراميتراج نجمو نتحكمو في الإنرجي اللي نعطيوها، ديما تكون الوجيعة مقبولة. ما فماش مرة صارت وقفنا السيونس خاطر مثلا الباسيون توجع. البنج يكون موضعي بكريمة كريم أنستيزيونت لوكال، تتحط جينيرالمون ساعتين قبل الموعد، معناها الباسيون يحذر روحو من الدار. دونك نحطوا لا كريم انستيزيون تنسكروا عليها بالبابي سيلوفان باش تبدا سوز اوكلوزيون باش الجلده تتخدر مليح. اون فوا وصلنا غاديكا باش نبداو في الحصه نتاعنا. الوغ ساعات يقول لي باسيون علاش ما تزرقليش البنج اسهل لي. المشكله البنج كي نزرقوه حقني يبدل لو غولييف. كي يبدل لو غولييف في الجلده بك الكميه نتاع البنج اللي حطيناه ينجم يغلطنا. دونك قد ما يكون باسيون متعاون يحط بمصته بكري على قد ما تتعدى الحصه من غير وجيعه وسهله. باه كيفاش نعملوا دوما نبداو؟ اون فوا انستالي لو باسيون على الطاوله بيان سور نعقمو كيما باش نخدمو اي ليزر اخر، نلبسو لي لونيت سبيسيال بيان سور جينيرالمون يكونوا دي كوك ميتاليك باش الباسيون ما يتعرضش للاشعه هذيك. الطبيب بيان سور والاد اللي معانا الاسيستانت تبدا لابسه مرايات اخرى سبيسيال خاطر راهم لي غيون هذوما مخطرين برشا للشبكيه وللقرنيه الزوز. دونك صاروا حتى يصيروا دي اكسيدون، دونك فو فير اتونسيون. حتى كي الباسيون ما يستحملش انه يلبس مرايات غامقين وكحل لبسو مريت لاسيستانت الميدسان يخدم وحده. المهم ما يقعدش عينيه يخزر ولا يقول لك تنغمض عينيه. لا، تغميض العينين لا، يلزم نلبسوا لي كوك. ناخذوا تصاور. ماخذه التصاور راهي تابعه العلاج. علاش؟ على خاطر ساعه باش ياخذ وقت باش يتنحى، دونك باش يفتح من مره لمره. ساعات ينسى الباسيون يقول لك جي لامبرسيون غميق ولا جي لامبرسيون ولا لونه مايل للاخضر. تنقول علاش بالحق ساعات يميل للاخضر ولا للورانجي، يتبدل لون التاتواج. دونك سي تري امبورطون ان ناخذوا تصاور قبل ما نبداو كل حصه. ساعات صادف اكتشفنا فما وشم تحت وشم، يعني احنا نحينا لوموتيف مثلا نواره، احنا نحينا بعد 4-5 حصص نفيقوا فما حرف تحت النواره هذيك. يقول لك اي ما قلتلكش دكتور، راهو سي فغي كان فما حرف وزينته ونحيته بالرسمه الثانيه. دونك لو فات انك نصلحوا تاتواج بتاتواج واحد اخر راهو يطول علينا برشا العلاج. هذيك علاش لي فوتو راهم متابعين لو بروتوكول. بنجنا الباسيون، خذينا تصورنا، عقمنا، لبس لي لونيت باش نبداو في الحصه نتاعنا. الوغ الحصه تاخذ بعض الدقائق. علاش سريعه برشا؟ على خاطر كيما قلنا لينيرجي ساعه تتعطى في اجزاء من الثانيه. وما نعملوش روباساج، يعني اون فوا صورنا باللازير لو تاتواج سي باش يفتح بالوقت. وتنقولوا علاش باش يفتح بالوقت؟ ومن بعد ما ناخذوش عليه هذاك التحسن الوقتي راهو باش يتنحى. كيما قلنا يحب لنا شهري باش نتحسنوا. دونك تصير كيما الفومي وما نعاودوش نرجعوا. يعني اون فوا عملنا لو ديسام تاعنا هذاك، علاش الباسيون لازم يكون مركز مش صغير برشا في العمر، متعاون باش ما يتحركش، باش نتعداو على لي زون الكل اللي فيهم لو بيغمون باش نفسخوه. تو سويت ابري شنو يصير؟ يصير شويه تورم، يعني شويه نفاخ، شويه حموره، شويه بيكوتمون، يحس كيما الدقان كيما الوخز. الوخز هذاك بيان سور كيما قلنا نستحملوه. حاجه زاده تصير تو سويت كي نخدموا الحواجب، راهو الشعر يبيض. تو سويت ابري الشعر يبيض، تولي كاينها شعره شايبه. هذه بيان سور حاجه نشاوروا عليها الباسيون تقبل، لازمها تكون قابله انها باش تقعد ايامات بعد الحصه نتاعنا شعرها ابيض، ومن بعد يرجع يتلون وحده. باهي البيوضيه هذيك ساعات باسيون تقول لك لا انا ما نجمش نقابل العباده كيكا، شوف لي حل اخر. نوليو نغطيو الشعر بالفازلين اون كريم سامبل تاخد من فارماسي، ونجيو نسوي ونحيو لو تاتواج كان داير بالشعر. احنا ولو انه ننصحوا لي باسيونت اذا كان بيت في البروتوكول نتاع دي تاتواج ماذا بينا تعمل حتى كان بيض الشعر ما تتحيرش. يتغطى بالقلم يعني بعد مده، ونجم ترجع اللون عادي بعد ايامات وتسترجع حياتها العاديه. دونك عملنا الحصه نتاعنا، التهبت البلاصه، عندنا كريمه نحطوها اسبوع بعد، خاطر ساعات يصيروا ديك خوتيل قشور صغار ما يلزموش يفرحهم الباسيون، ما يلزمش يمسهم. خليهم يتقشروا وحدهم. خليهم يتقشروا وحدهم، ونتوقعوا ان الباسيون بعد ايامات يحكي لنا على حكه. الحكه هذيك احنا نفرحوا بها برشا. هذيك دليل الخلايا البيضاء جات وفما المهمه نتاعها بدات وقاعده تنظف. دونك الاحساس نتاع حاجه تدبي تحت الجلد ولا حاجه تحك شويه وفما دي باسيون ما ينتبهوا لهي الجمله، راهي حاجه باهيه وتعاوننا بالكدا. هذايا كيفاش تتم الحصه نتاعنا؟ كيفاش تتم الحصه نتاعنا؟ اذا كان الزون كبيره كيفاش تقسموه على مرتين؟
نجمو نعملوها فرد حصه تو ديبون دو كبر المساحه نتاع التاتواج والا المساحه والبلاصه. هذه باش نحكيو بها فيها في الصعوبات. ساعات يبدا ديسان كبير والا يبدا سيركولير. اش معناها؟ يجيك مثلا في دوت المعصم والباسيو يعمل تاتواج داير بيدو ولا تاتواج داير بصبعو، راهو ما قلنا باش يصير تورم بعد الحصه نتاعنا تو سويت. اذا كان التورم هذاك نتبعوا له تاتواج ونعملوه داير سير باليد، راهو تنجم يصير انفخ كبير ويصير حاجه نسميوها لو سيندروم دي لوج. عندنا بلايص وعندنا انواع نتاع تاتواج يلزم نقسموا الحصه على مرتين، وفما انواع لا، على قد ما الباسون يستحمل نجموا نواصلوا ما فيش مشكل. دونك لا كاليتي دو لابو، البلاصه اللي معمول فيها تاتواج، الحصه الاولى جينيرالمون راهو نخدموا افيك دي بارامتر تري سوفت، على خاطر احنا نقولوا ساعات نقولوا اكلاتمون، يصير كيما الانفجار تحت الجلده باش يخلي الكريات هذوك ما يترشقوا. راهو اذا البيغمون غني برشا وكبير وان غولييف وغامق، راهو فما ريسك نتاع حروق. هذيك علاش راهو يزم ان بروفيسيونيل. ساعه هذيا السنكت ميديكال تنرجع لها من بعد في الصعوبات اللي مش نحكيو عليهم، راهو ما يتعملش وين يجي وكيما يجي. دونك نمشيو دوسمون الحصه الاولانيه، على قد ما فوتات الحبر صغار على قد ما نجمو نقويو في الانرجي. دونك هكا ولا هكا سيغا ان ترافاي احنا نقولوا بلانيفي، باش نعملوا فوي دو روت مع الباسيون، نقولوا له شنو طالبين من الحصه الاولى، شنو متوقعين من الحصه الثانيه، تقريبا عدد الحصص قداش. دونك فما بلوزيور بارامتر يخليونا نتوقعوا الحصه هذيك باش تكون كامله والا باش نقسموها على اثنين. هيت مادام نحكيو على الصعوبات دكتوره، نكملوا في الصعوبات اللي تنجم تعترض الشخص والا حتى الميدسان في الاطار انه يمشي نحي الوشم باللازير. اي هو الصعوبات هذوما هما اللي باش يخليونا نعرف عدد الحصص. معناها انا اول حاجه ديما نقولوا عليها يفو فيغ لا بون ليكتور، معناها دو تاتواج لازم نقراوه ساعه. التاتواج الساهلين هما كما قلنا تقليديين اللي فيهم نوع واحد نتاع احبار، وجينيرالمون حتى الاحبار يكون تقليدي، ماهوش المكونات الصناعيه ماهيش ياسر صعيبه في تنحيتها. دونك عدد الحصص هو اول سؤال ساعه يسالوه لك الباسيون بخلاف انها توجع، يقول لك قداش يحب لي، صعيبه الحكايه والا لا. دونك باش نجاوبوه لازمنا نعرفوا نوعيه الوشام. الالوان المحطوطه جينيرالمون الباسيون ما يعرفش شنو الالوان المحطوطه، يشوف مثلا كولور ديغرادي بالنسبه لي سي باغ اكزومبل دو روج، كله دو روج. لا حتى في ديغراداسيون هذوك راهم الوان مضافه، باش من الاحمر الغامق للاحمر الفاتح فما الوان تزادوا. دونك عدد الحصص يديبون من المساحه كما قلت، من نوعية التاتواج. البروفيسيونيل هو أصعب واحد، التقليدي هو أسهل واحد، الأماتور يكون متوسط، معناها العدد الحصص نمشيو من حصتين حتى العشرة حصص ساعات في لي تاتواج بروفيسيونيل. مثلا لي باسيون اللي قبل نحاول الوشام تاعهم بطريقة تقليدية، مثلا نمشيو وعملوا هكا جرحوا جلدتهم مش حاولوا ينحيوها، راهو هذاك يصيروا التهابات بالطرق التقليدية هذه، والالتهابات هذوما يعملوا تليف، يزيد يخبي البيغمون في الياف، يزيد صعب علينا المهمه. دونك باش نعرفوا عدد الحصص لازمنا نقيموا لا ديفيكولتي. لا ديفيكولتي عندها علاقه بالنوعيه التاتواج، كميه الاحبار، وعدد الالوان. اصعب الوان باش يتنحاو هو البلو تيركواز. الازرق الفيروزي راهو اصعب لون جينيرالمون دايوغ، ما نأملوش فيه برشا ونعلمو الباسيون، يعني ساعات يتنحى الديسان الكل يقعد عين مثلا النسر اللي تصاوب فما نسر، تصوير فراشة، تصوير حيوان، ساعات العين تتحط بالبلو تيركواز. هذيك الحمد لله مش مساحات كبيرة، راهو هذيك من أصعب الألوان، ويقعد زادا حتى لو فيغ فلويو الأخضر المشع أي والأصفر. هذوما ثلاثة الوان صعاب، بالرغم في لي ماشين جدد تو في نفس الماكينة عندنا بليزيور لونغور دوند، احنا نقولوا خاطر من لون للون انا باش نبدلوا لو لازير، باش يتبدل لو لازير تو الماكينة جدد في نفس الماكينة في نفس الحصة نجمو نخدموا برشا الوان. اما يلزم ديما يعلم الباسيون اللون الازرق الفيروزي بلو تيركواز، لو فيغ اكلا هكا المشعشع، والاصفر راهم صعاب، لو روج الحقيقة بالتكنولوجي جدد ولينا نجمو نحيو الاحمر، ما عادش صعيب برشا. ساعات نستحقوا ليزر اخر معاه لو سي او 2، نستحقوا ليزر تاع لي سيكاتريس بور ايفاكوي لا كولور، يعني نجمو نعاونو بدوتر تيب دو لازير اذا كان اللون صعب علينا برشا. دونك من الصعوبات زاد الالوان. اش عملنا سور لو بلان سيونتيفيك؟ عملنا سكور ولا عندنا تقريبا كيما الجدول نعمرو باش نعرفوا الباسيون هذاك شنو الصعوبات اللي عنده باش نجمو نتكهنوا عدد الحصص. جينيرالمون فما خمسه سته موجودين، ساعات نوصلوا لعشره، ساعات الطبيب يقرر
انه يوقف الحصص. كما قالت بكري المتسائله في التليفون قالت نحس في شعري ضعف. علاش؟ خاطر راهو باغفوا يفو اغيتي لي سيونس. اذا الحبار فتفتنه للاخر واللازيغ ما عادش قاعد الطاقه اللي نعطيوها للازيغ في الوقت الوجيز ما عادش تلقي ما يكسر ما يفتفت. راهو باش وقتها باش نضروا الخليه الصبغيه نتاع الجلد. واحنا الخليه الصبغيه نتاعنا كحله. دونك باش يولي داخل اللازيغ مع اللون الاصلي نتاع الجلد نجم الشعره تضعف، نجم يخلف بياض كبير في الجلدة. دونك راهو ساعات إذا الطبيب قال نوقفه صحيح هي يصعب عليه بس هو مش يتقبلها، يقول لك أنا نحبه يتفسخ كومبليتمون، مي أنا ديما نقول لهم نخليه خيال نتاع اللوشام، واللوشام ما يتقراش، ما عادش تعرفوا أنت ما عادش تعقلوا أنا حرف ولا أنا اسم ولا شنو التصويرة، ما عادش تعرفوا، يقعد شوية خيال غريزاتر خير من نتقواوه على الجلدة ونحرقوها إلا اللي يقدروا نخليه بلاصة بيضاء. دونك إذا الطبيب قال نوقفوا لي سيسيون نوقفوا. بيه. بالنسبه للصعوبات الاخرى اللي تعرضنا هو لي لوكاليزاسيون. شفت لي بلي باغ اكزومبل ساعات لو بلي دو كو يبدا فيه يوصل فيه لوشيب. البو اللي تري في البو تيلمون فين اللي بالحق راهو فما ريسك انه يصيروا كيما الزلوع في الجلد. دونك يفو ترافاي نخدموا بشويه بشويه. عندنا الصويبع سي اون زون موفيز ريبوندوز. الصويبع سورتو اللي يرسم مثلا كيما الخاتم ولا امتي موتيف راهو معروف البلاصه اللي في الصويبع صعيبه. البشره السمراء زيد البشره السمراء من الصعوبات اللي نتعرضوا لها اذا البشره غامقه بطبيعتها ولا الباسيون برونزي. اذا فما برونزاج راهو ما قلنا الخليه الصبغيه راهو لونها اكحل. واذا تتعرض للليزر هذي راهو تنجم تصير تفاعلات مع اللازيغ هذيا ويصيروا التهابات كبيره. دونك البشره الغامقه، تاتواج بروفيسيونيل، تصليح وشام بوشام، لون فوق لون، راهو هذاك صعب علينا المهمه. سيغتان لوكاليزاسيون مثلا عندنا الزنود والظهر احنا نسميهم زون كيلويدوجين. شو معناها؟ يعني اي جرح ولا اي حرق ولا اي ليزر ينجم يتكلف لنا سيكاتريس هيبرتروفيك، سيكاتريس مبوطه. دونك هذوما يصعبوا علينا الامور. الالوان الازرق الفيروزي والاخضر والاصفر صعب شويه. كي يبدا الباسيون حاول ينحيها قبل بطريقه تقليديه ولا يزلحها ولا يجرحها، راهو هذاك بيان سور يصعب علينا الامور. هذوما الكل كون نحطوهم فماش باسيون يشبه الباسيون. ساعات يجيونا ساعات اسئله حتى على الباج ولا على يقول لي دكتور انا عندي وشام زعما قداش يلزمني من حصه. ديجا نو سولمون يلزم نشوفوا الوشام، لازم نمسوه نتحسسوه نسالوا الباسيون شعمل باش تحصل على اللون هذاك. كان عنده معلومات على الكاليتي نتاع اللون اللي عملوا ما فيها باس هذاك راهو يعاوننا برشا. فما زيد اون دوني لازم يفهموا النساء سورتو لازم يعرفوها هو لو فيغمون. معناها ساعات احنا اون لامبرسيون كي تحطوا لنا مثلا تاتواج مارون في حواجبنا راهو مارون، راهو صعيب انه يكون مارون بوان. رانا نحطوا البودر اللي حكينا عليها البيج هذيا تعطي اون كولور فلاشي، يحبوها برشا في لي سنتر استيتيك خاطر يعطيهم ان ريزولتا ناتوريل. دونك يحطوه سوفون سي ان ديتاي تكنيك ما فهمش علاش الوقت الباسيونت باش تسال عليه. دونك تخرج باللون عجبها. كي نجيو احنا نعملوا لو تاتواج نتاعنا نجيو نعملوا لو دي تاتواج باللازير نكتشفوا في الحصه انه احنا ضربنا لو لازير لو تاتواج ولينا نشوف في لون اخضر. يعني تصور انت باسيونت تجيك بحواجبها لونهم مارون مش عاجبينها تخرجها بحواجبها لونهم اخضر. هذا الشيء لازم تعلم بيه الباسيونت. وساعات نعمل لها زون تيست سورتو اذا يظهر لنا الكولور مخدومه برشا تخدمت ياسر وتصلحت على برشا مرات ناخذوا لا كو دو سورسيل ونهزوها اون سيونس للسنتر جوست بور افوار هكا نعملوا اون زون تيست وتشوف اذا كان اللون ولا اخضر جوست يلزمها تتقبله ولا اورانجي تتقبله وتغطيه. راهو بعد باش نخدموا على اللون الجديد. يعني نفرض من المارون وصلنا للاخضر انا باش نخدموا على الاخضر من بعد نواصلوا يتنحى اما باش تكلف لها حصص اكثر اكيد على خاطر بدلنا لون بلون اخر. دونك فما مرحله اضافيه تزادت. دونك لو فيرمون نتاع لا كولور من الصعوبات اللي ساعات لي باسيونت هكا تصعب عليها شويه مي سوفي نفسروا لهم راهو هذاك سي اون رياكسيون شيميك صارت اكسده للي بيغمون هذوكم راهي سببها غلطة انها صلحت برشا مرات ولا بدلت لونها برشا مرات يتقبلوا وتتعدى السيونس لي سيونس لاباس. اسكو ما بين المضاعفات وانت تعرف هذه معلومة انديبوندامون دو نوع اللازير خاطر عند العباد فما لازير برك فماش برشا انواع ديما يقول لك اللازير اوتوماتيكمون كيما قالوا في الميكرو تروتوار باش يعمل لنا كونسير. اسكو اللازير ينجم يتسبب في يعمل خلايا سرطانية ولا يتسبب في سرطان في الجلد ولا لا؟ لو لازير ما يعملش كونسير. لو لازير في اثار جانبيه صحيح طب باش نحكيو عليهم. راهو ستانيكت اكت ميديكال يعني هذه حاجه طبيه ما تتعملش وين يجي مي تنجم تعمل حروق اذا يتعمل كيما مش كي دون لي ريغل دولار. يعني سي سور فما اثار جانبيه نجمو يصيروا تنحكيو عليهم مي تورم او بوان انه يعمل كونسير كوتاني
لا اما ها شنو قاعد يصير باغ كونتر يخلي العباد تخاف فما برشا عباد عندهم بوستخال بوستخال هذيك ما تعجبوش باش ما ينجمش ينحيها ولا ما يحبش ينحيها يولي يغطيها بتاتواج تخطيط النيفي معناها بوستخال بالتاتواج يخلي اذا كان البوستخاله وحدها من غير ليزر مازال ما وصلناش للليزر البوستخاله تحولت ولا توربت ولا مرضت ما يثقش بها الباسيون خاطر هو ديجا مغطيها بلون دونك اي موديفيكاسيون دو ريليف يجي الباسيون يقول لك انا عندي تاتواج نتاعي نعرفو عندي سنين وراه فما بوستخاله في الكوان الفلاني نتاع الديسان اما طولت منفوخه راهو ريزون دو بلوس باش نعملو الليزر نتاعنا باش نحيو لو تاتواج باش نشوفو واش فما لوطا ونجبدو تحليل من الجلده بيان سور دونك لو لازير ما يعملش كونسير دو كوتاني علاش ما يعملش وحنا نحكيو بالثقه هذه انه ما يعملش على خاطر تو سامبلومون لا سيبل معناها الحاجه اللي يمشي لها اللازير حاجه مدروسه جدا ما يمشي كان وين بعثناه اذا كان لا ماشين استعملناها لا لونغور دون استعملناها باش تمشي على اللون الاحمر باش تقعد في اللون الاحمر ما تنجمش تتعدل الخلايا الاخرى اذا استعملناها للون الاسود لتقعد اللون الاسود ان بون باراميتراج انت دو مع طبيب مختص راهو حكايه الكونسير كوتاني لا اما هاو الاثار الجانبيه اللي نجموا يصيروا مثلا جينا باسيونت برونزي ولا رينا نراو في حاجه جديده زاده اون توندونس جديده ماهيش باهيه وما نشجعوش عليها بالكل انه لو سونتر نتاع التاتواج هو بيدو يعمل لو دي تاتواج باش يصلح جينيرالمون ماهمش عباد مختصين يعملوا لو لازير راهو كي يعملوا بطريقه غلطه راهو تصير حتى ندوب يعني يجيو على جيو عباد محروقين فما حاجه اخرى زاده يعملوها كي يحطوا دي برودوي اسيد يحطوا ماده حامضه يقلق الباسيون من التاتواج نتاعو يحب ينحيه بسرعه يحط ان برودوي اسيد برودوي اسيد هذيك راهو يحرق الجلده دونك لو لازير هو طريقه الامنه واكثر نجاعه باش نحيو لو تاتواج ساعات بخلاف لو كي سويتشي هذا الليزر اللي فيه طاقه كبيره نعاونو روحنا بدوتغ تيب دو لازير خاطر كيما قلت انت اللازير كل مش كيما بعضهم هذه ديسيزيون ناخذوها اوكا باركا فمش حاله تشبه لاختها المساحه كيما قال بكري في الميكرو تروتوار سي سور عندها دخل في الوجيعه في النومبر دو سيونس ساعات نقسمو كيما قلت انت مي راهو سي ان جيست سيف ما تخافش منه اذا تعمل كيما يلزم وفي الوقت المناسب بيه اسكو عنده استعمالات اخرى دكتوره ولا لا بخلاف لوشيم اي لازير كو سويتشي اللي نحيو به لوشيم نجمو نعملو به برشا حاجات اخرين خاصه الوحمات يعني عندنا انواع نتاع كيما الشهوه مش يتولد بها الباسيون جينيرالمون تبدا كودي من كرش لوم جلدة محيئة باش تصنع هذه الوحمة هذه تظهر وقت البلوغ ولا كي يتعرض الإنسان لبرشا شمس كيما النيفيس دو أوتا مثلا النيفيس دو بيكير هذه تبدا وحمة كبيرة تجي جينيرالمون في الأكتاف تظهر وقت البلوغ كي يجيك الباسيون تقول راهي وحمة يقولك ليه أنا ما خلقتش بها effectivement هي تبدا حاضره في الجلده تظهر وقت النمو كي تظهر وقت النمو تزيد تتخبى بالشعر زيد تتكسب بالشعر وتحسها كلها وبر البلاصه هذيك راهي هذيك تتعالج بنفس نوع الليزر اللي احنا نسميوه كي سويتشي لازير كي سويتشي هذيا راهو يعاون بالكدا في الانواع هذيا نتاع الوحمات نجمو نحيو به زيد لي تاش دو روسور كيما البنات يبدا عندهم كيما النمش حاجه برك في النمش جينيرالمون فما ارضيه هكا جينيه باش تبدا الباسيونط عندها نمش يحب له برشا حساس ساعات يعاود يغمق دونك سي توت ان بروتوكول بالنسبه لي زوتر انديكاسيون فما لي تاش كافي وليز نجمو نفتحوهم وفما لي لونتيغو لي لونتيغو هذوما يجيو للنساء اللي بشر ولا الرجال اللي بشرتهم فاتحه ويتعرضوا للشمس في صغرهم من غير وقايه من بليزيكرون سولير بالعمر في الخمسينات ساعات حتى قبل اذا الباسيون فاتحه خاصه اذا العينين فاتحين والشعر فاتح راهي تبدا جلده تبقع تقول لك دكتور انا عندي تاش ماهو ما فهمتهاش ما كنتش عندي وين ما نتعرضش للشمس السنين هذوما راهو مش بالضروره العام هذا الشمس نتيجه شمس سنين هذوما لي تاش راهم يتحسنوا بالكدا بنفس النوع نتاع لازير هذيك سويتشي فما باغ كونتر دي كونتر انديكاسيون يعني مش التصبغات الجلديه الكلها تتنحى باللازير كي سويتشي احنا بكري نحكيو على التاتواج نحكيو على اصبغ صناعيه دي بيغمون حبار الوان رانا تو لينا في لي زوتر انديكاسيون ولينا نحكيو على خلايا صبغيه يعني الحذر لازم يكون راهو الحذر واجب يعني اون بون انديكاسيون ما نعملو كان لي تاش اللي نعرفوهم يتنحاو باللازير كي سويتشي هذيا والمده والعدد نتاع الحصص ما يلزمش يكون كبير برشا داكوردو بالنسبه للي ميلاسما سي اون كيستيون ديما يطرحوها علينا لي باسيونت يقول لك انا نحب نحي الدسه نتاعي باللازير قلقت من البومادات تريتمون تويل نحب نحي
دونك الميلازما ما نحيوش الميلازما بلازير كي سويتشي راهو الخليه الصبغيه هي ديجا متوتره تخدم في برشا الوان اللون الغامق تصنع فيه فعل هرمونات فعل الشمس راهو لو فات ان نعملوها باللازير نجم الامور تتعكر دونك البوست خليت الدسة واللي بيربيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار يعني لي تاش اللي يجيو بعد التهابات بعد حبوب بعد الجروح لي تاش مارون هذوك مريب ما يتمسوش باللازير كي سويتشي فما دوتر تكنيك نعملو بيهم فما لي انجيكسيون فما لازير بيهم نوعيه اخرى نتاع لازير تري سوبرفيسيال نخدمو بيه للضروره زاد مش ديما اما اللازير كي سويتشي بروبرمون دي اللي حكينا بيه ونخدمو بيه في لي تاتواج راهو ماذا بينا ما نعملوش بيه لا دسة ما يلزمش جمله نعملو به البوست خليط وما نعملوش به لي زيبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار خاطر الباسيونت كي تمس في الحب شباب باغ اكزومبل خليت بلايص مارون تحب تربح الوقت جيبش تعمل لازير راهو ما يصيرش سينو نجمو نتيحو في الاثار الجانبي بي جوستمون دكتوره خاطر هذوما الميلازما ولا تاش برون هذوما اللي العباد سورتو توا مع الشمس ومع عباد يمكن زاد مش فاهمينهم بالكدا وما همش قاعدين يداو فيهم زاد على قاعده وكما كنا نحكي من بكري ساعات يغلبوا عليه شويه راهو كان جروبيت نتاع البوتي زعما ساديسون يقول انا نمشي نعمل ضربه لازير تو يتنحى لازير يطير هذاك الكل وتطلع لك جلده جديده اسكو صحيح هذا ولا لا هو علاش الفكره هذه سيري على خاطر تو سويت ابري لا سيونس جوست بعد الحصه الباسيون يتفرهد دونك يراها هكا في النتيجه اما راهو هذيك احنا نقولوا سي اون فوس سيكوريتي معناها تو كو سوسوا لو شيم والا لي تاش اللي حكينا عليهم هذوما ما احنا قلنا الليزر فيه طاقه فما يفتت كريات البيغمون اكسيتيرا يصير شويه دخان تحت الجلده سي اون فومي دخان دخان هذيك يعطينا لامبريسيون اللي تو سويت فتحت لا باسيون دونك يشجعوا بعضهم الوغ كو هو كي تجي تشوف من بعد باش تعطيو مضاعفات اخرى الجلده باش تعمل ايبر بيغمونتاسيون بوست انفلاماتوار باش ترد الفعل باش تزيد تغميق دونك راهو لي تاش اللي حكينا عليهم توا الاخرينين هذوما يلزمهم مراهم مفتحه ساعات نعملو ديزانجيكسيون اكليرسيسانت نعملو حقن للتفتيح وبيان سور نجمو ساعات في حالات قليله برشا نتلزو لنوع اخر نتاع ليزر اللي هو ليغبيوم يخدم على طبقه فريمون سوبرفيسيال دو لابو باش نحيو لا سورشارج ميلانيك معناها اللي تبدا معبيه بالبيغمون جوست تنظيف من فوق اما عمرنا ما نعملو على لازير باش يفتح اون تاش كانت حبه ولا كانت جرح ولا الباسيون مس وجهه باغ اكزومبل وغميق راهو بالعكس يتحسنوا من الاول ومن بعد تكون المفاجاه ماهيش ساره بالكل دونك ديما يلزم واحد يرجع للطبيب المختص احنا ماذا بينا نعملوا ما نجموش نعملوا على حاجه باش تضر حاجه كي نقولوا ميلاسما راهو با دو لازير كو سويتشي ما نعملوش باهي يعطيك صحة دكتورة الله يخليك على توضيحات هذه الكل دونك نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو إزالة الوشم باللازير وحاضرة بحضرنا دكتورة صبرة بنت عزي طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية والعلاج باللازير إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفونيتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إيفام أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من جرومبيليا معنا علي مرحبا بك علي. الو عسلام اختي هاجر. عسلام سيدي مرحبا تفضل. وبيك يا عايش. قول لي اختي هاجر حبيت ندخل معاك من بزنكم تنبت الفرصة هذه بدل بحذاك الدكتور عندي وشيء مخديه انا فهمت. لأني كنت نحكي مع الاخ الفوت. حبيت نسأل خاطر نسمع في الدكتورة تحكي على زير وما لا زير وما لا زير. برشا يحكيوا خاطر اللي بسانتي خاطر تخلف فلمي لحشيخ فلمي لما نتمر لكم سير ولا حاجة هكي. هذي اللي معناتها ما نكتبش هذا فكاعد واحد قبل في المراحة. عملها معناتها واحد وكذا الحمد لله. يبدل اليوم معناتها واحد كبير معناتها عنده عائله وعنده ولد بس دخلي ولا حاش معناها في حمله ولا في بحر ولا في خاص. حبيت ندخل مع الاستاذ خاطر انا اللي عامل الشيء ماهوش معناتها بالحباس تو ولا باللونك اللي عملوه جينيراسيون تاعته. انا نكذب عليك معناتها نبدا نغوص معناتها ندور قبل في المراهقه. واحد حبيت ندخل نسال الدكتوره معاك كيفاش الامكانيه هذه نتاع الغمج معناتها. باهي نجاوبك دكتور هو يسال اسكو يعمل مخالفات سرطانيه اللي احنا جاوبناها ما يمسكش نعاودوا خاطر نجاوبوا خاطر برشا عباد عندهم الفكره هذه. اي راهو لو لازير ما يعملش سرطان في الجلد على خاطر راهو السيبل نتاعو واضحه اصباغ اصطناعيه لازير يمشي لها في طبقه معينه نتاع الجلد وما ينجمش يتجاوزها دونك باش يعمل تورم لا وقتاش نخافوا اذا كان شد الباسيون يمشي البوست خاله ويحاول يداويها وقتها فما ريسك مي سينو لا دكتوره سامحني الو
مش مستخيل ولا حاجه. هي قاعده تجاوب بصفه عامه سي علي باش تحذر زيد العبيد اخرين اذا كان خم ويحب نحيو البستخال. اذا فماش بستخال راه ما يوليش كونسير ما تخافش. الحاجه الاخرى بالنسبه للوشام التقليدي ويسال فيها على الوشام اللي تعمل بالغنج قال لي في الصغر هذيك من اسهل انواع الوشام خاصه اذا تعمل مره واحده يعني ما تعملش وعاودنا صلحناه وعاودنا فوقه ان ندخل موتيف بعد عامين. اذا كان تعمل مره واحده باللبره وتعمل بالغنج راهو تنحيته تكون اسهل. اسهل معناتها مش حصه واحده ومش تو سويت بعد الحصه، حصتين ثلاثه هذوكم اكيد موجودين ومن بعد سولون ليفولوسيون حسب كيفاش يتحسن الباسيون نجمو نزيدو حصص تكميليه. مي راهو يتسمى من احسن الانواع اللي نتعرضوا لها. احنا بالنسبه لنا حاجه ان شاء الله تكون بسيطه ويتنحى ويفتح يتنحى ساعات يقعد خيال صغير كما قلنا نخليوه بالوقت. يعطيك الصحه دكتوره. عندنا تليفون واحد اخر معنا مروه. مرحبا بك مروه. عسلامة. مرحبا. مرحبا تفضل. يعيشك. أمانة حبيت نسأل الدكتور، عنا أخويا عنده تتواج وحبي نحيه، دونك عمل دورة تخوا سيونس بعديك تحت وعلى الاخر وليت بلاصة التتواج خاص بيبا معناها فهمت شوفهم التتواج معناها مازلنا ما نعرفوش شكون يكمل ولا معناها ماهيش افيكات تكنيك ولا بس حبيت نسأل الدكتورة كيف تعاوني. أي هو بعد الحصة مباشرة شنو يصير؟ يلتهب برشا ويعمل قشور خوك؟ ليه تحمر له شويه البلاصه، البروبليم مش في رياكسيون ولا في حاجه، البروبليم في كو قعدت بيفا في الفورم نتاع التتواج بيفا اسمر برشا هو خوك اسمر؟ اي اسمر اي هذه الحاجات اللي قلنا تصير مع البشره السمراء خاصه اذا نعملوا لو لازير على باسيون اسمر وبرونزي زيد تعرض للشمس في البيريود هذيك. الوغ كيما قلنا راهو لازير كي نوجهوه اللون الاكحل راهو ما يفرقش بين اللون نتاع التتواج وبين لون الخلايا الصبغيه. هذيك علاش بالنسبه لنا مادام بياضت الجلده اللي تحت الوشام يلزمنا نوقفوا. راهو اللازير كان افيكاس فواغ ترو افيكاس معناها ناجع ونجع برشا على الكريات الحبر لدرجه انه فتح شويه جلده. الفتوحيه هذيك ما نحبكش تخاف منها، راه ماهيش برس ما تقعدش باش يجي نهار وترجع لون الجلده الاصلي. اما توا نوقفوا توا نوقفوا الحصص نتاعنا ما عادش نزيدوا باش ما نزيدوش نعملوا التهاب ويصير بياض ما بعد الالتهابات. دونك احنا توا لازم الفو اغيتي لي سيونس نصبروا شويه. اذا قعد خيلو برا نتاع الوشام انا بالنسبه ليا ما فهميش علاش باش نواصلوا. اذا كان لو ديسان مازال واضح مده اخرى كي ترجع لون الجلد الطبيعي وقتها نجمو نعاودوا الحصص نتاعنا، اما تو سويت لا. باهي معناها يا دكتوره واحد يبدا برونزي ما يعملش كيف وكيف اللازير كيف اي لازير كيف اي لازير. بزوما توا فما شويه ماكينات يعاونوا، مي كي يبدا برونزي لي سيفلي معناها. سيفلي سيفلي وحتى اخر الصيف ساعات يبدا البرونزاج كبير برشا، رانا نصبروا حتى يتنحى لو كونتراست بين البلاصه المغطيه والبلاصه المكشوفه للشمس، هكيك تكون لي ميلانوسيت الخلايا الصبغيه دخلوا في حاله صوبات باش كي نبداو نخدمو طوب سيكوريتي. بخلاف البشره اللي اللون نتاعها اسمر هو اسمر هكاك، اسكو البشرات الاخرين الانواع نتاعهم ولا الالوان نتاعهم يفرقوا في النتيجه نتاع اللازير باش نحي الوشام والا لا؟ لا مش برشا، على خاطر احنا بطبيعتنا باش نتبعوا لو ديسان مش كيما لازير بيلاتواغ. دونك ما فماش فرق كبير، جوست حذر ونطيحوا في لي بارامتر نتاعنا في الحصه الاولانيه عند الباسيون الاسمر ولا برونزي. باهي اسكو الوشام دكتور نجمو نوصلوا نجمو نعملوا له استئصال جراحي ولا لا؟ هي هذيك الطريقه التقليديه، احنا قبل كي قبل ما يصير لازير كي سويتشي والبيكو سكوند هذوما النوعين نتاع اللازير اللي نحيو الوشام كنا نحيوه جراحيا، اما راهو لاسيكاتريس تكون كبيره برشا. يعني انت باش نحي بارتي كامله من الجلد ساعات باش نضطروا نزروها البارتي هذيك، اذا كان 10 سنتي مربع مستحيل يتنحى في حصه واحده، دونك تصير جراحه وتصير عمليه ترقيع، دونك باش يجيك من بعد يداوي على السيكاتريس. هو اللازير وصلوا له العلماء غيانك باش ما عادش يعملوا جراحه. دونك جراحه تو في وقتنا هذا مع ان بلو دو بلاس باش نحيو وشاب. باهي دونك نمشيو للازير ونسمع الكلام سيغتو. باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك على التوضيحات هذه. كون عاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو إزالة الوشم باللازير، وحاضرة بحدينا الدكتورة صبرة بنت عزي طبيبة مختصة في الأمراض الجلدية والعلاج باللازير. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربعه نتاع العشيه، تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو ازاله الوشم باللازير، وحاضره بحدينا الدكتوره صبره بنت عزي طبيبه مختصه في الامراض الجلديه والعلاج باللازير. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. من بكري دكتور في الميكرو تروتوار حكايه اللي هي مشيت حابه تتنحي الوشم اللي عملته في الحواجب نتاعها
والشعر نتاعها طاح، اسكو ديجا اللازير اللي تعملو ينجم يطيح الشعر والا لا؟ واذا كان طاح اسكو نجم يعاود يخلف يعاود يطلع مره اخرى والا لا؟ هو اللازير كي سويتشي اللي ناحيه التاتواج نورمالمون ما يتفاعلش اصلا مع الشعر، مي بوسكو شعره غامقه اكيد باش تاخذ شويه من الانرجي هذيك، كي نكثروا من الحصص الشعره تضعف ما تطيحش. اذا طاحت الشعره سيخت مو فما سبب اخر، يا اللازير عمل حروق وجلده تورمت والتهبت وشعره تحت، اما انا حسب ما فهمت من الكيستيون نتاعها جوست ضعفت الشعره والسورسين نتاعها فتاح، راهو هذيك ستاني في سكوندير يعني حاجه ثانويه تصير كي نكثروا من نومبر دو سيونس. الحل هو تو في لي لوسيون اللي خشنوا الشعره، يعني عندنا برشا دي لوسيون اذا كملت دي تاتواج نتاعها يا سايي قعد لنا كان دو سورسي الخفيف نجموا عندنا لي لوسيون اللي خشنوا الشعر نتاع الحاجب. المهم ما يكونش صاروا حروق قبل، ما نحطش لوشي نتاعها بطريقه تقليديه ولا حكت الجلده بزيد، هذيك اللي تعب الشعر. اوترومون راهو يداوى بيان سور، ديما احنا عندنا مثلا نقولوا في الطب ان تران بو كاشي ان اوتر، يعني اذا كان هي حواجبها خفوا داكور دو لو لازير كي سويتشي، اذا عملت برشا حصص ينجم يكون هو سبب، مي راهو ساعات نحلوا على التيرويد نشوفوا مش فقر دم، يعني مش نحطوا كل شيء سور لو كون دو لازير، راهو الحواجب ينجموا يخفوا بامراض اخرى. يعني لازمها تشوف طبيبتها المختصه اللي عملت لها لو لازير يفو اليميني الاسباب الاخرى نتاع تساقط الحواجب. داكور دونك اذا كان ما لقينا حتى شيء سصغا هذيك ما يكون كان من لازير، وبيان سور سي غاترابابل ما تخافش سي با ديفينيتيف، وقفنا اللازير كملنا نحينا التاتواج نجمو ناخذوا لي لوسيون اللي خشنا الحوايج. دكتور اسكو الوشم هو ديجا في حديث نجم يطيح الحواجب والا لا؟ كي يكون تروماتيك يعني كي نحطوه بطريقه عشوائيه ولا قويه برشا، خاطر هو الوشام راهو فما جروح باش يخليونا ندخلوا البيغمون ولا الثقوب. اذا كان كل التروماتيزم باش يكون كبير والبصيله نتاع الشعره باش نضربوها برشا مرات بيان سور باش تتعب واش تطيح، دونك اي حاجه اغريسيف اي حاجه تنجم تضر بالبصيله نتاع الشعره كو سوسوا تاتواج والا دي تاتواج عاملين له شيم ولا تنحيتو، اي حاجه تعمل التهاب في البصيلات نتاع الشعره راهي تنجم تطيح. دونك يفو تري سوفت، انا ديما نقول لهم راهو عاملين له شيم ساهل برشا في ساعه، اما تنحيتو صعيبه برشا. صايبو تنحيتو صعيبه برشا، دونك قبل ما يعمل وحده شيء لازم يخم برشا مرات، راهو مش فايده من بعد يصلح اللون بلون اخر يزيد صعب علينا المهمه ولا يجينا دون لا سيمين راهو كيف كيف صعيب علينا، دونك يخم مقبل. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. نمشيو لسوسه معنا احمد، مرحبا بك احمد. عشيما مرحبا. مرحبا. يعيشك، حبيت نسال الدكتوره شو هو الفرق كي نحب نحي انا عملت وشام ما عنديش برشا اما ماهوش افي عملته باش يشدني شويه نتاع عام. دونك حبيت نعرف مع الدكتوره كيفاش ينجم يتنحى، معناها الطهي نتاعو اسهل والا اصعب. قداش فيه من لون التتواج نتاعك؟ زوج. شنو ما تسميهم لي الالوان؟ ثم الاكحل وثم الازرق. الازرق المشكله الكبيره في الازرق الكل والازرق اللي حكيت عليه الازرق البلو تشوكواز، من المشكله راهم يخلطوا فما تخليط نتاع الوان. قداش عندك اللي عملته؟ قداش من شهر؟ عندي 3 اشهر. ثلاثة أشهر يتنحى إن شاء الله نورمالمون، جوست لا كولور بلو اللي حكيت عليها صعيبة شوية، فما غولييف تحس كي تعدي يدك على الوشام لو ديسان تنجم تقراها بيدك. أي بالضبط. أي هذاك صعيب شوية، سي تخي شارجي، يظهر لي هذايا نتاع 10 سنين مش نتاع عام، دونك تعمل بالكدا. أنا ساعات نقول للباسيون كي يجيني متقلق من وشام عنده أونتروتيان في الخدمة ولا سفر يحب نحي نقول له أنا نتمنى يكون مغشوش، خاطر كي يبدا مغشوش يتنحى، ما كي تعمل بالكدا، أنت كي أنت مشيت باش تعمل تاتواج، حبيت تعمل حاجة باهية ولا، دونك اجتهد معاك وعمل معاك حاجة باهية، حاجة باهية هذيك باش تصعب علينا المأمورية، مادام فما لو غولييف، سيكو لو ديرم نتاعك الكل شارجي أون بيغمون. دونك راه ماهوش بتاع عام هذايا باش يحدك برشا وقت، ما يسالش لو تفاسون اون بو كومونسي نجمو نبداو، اللون الازرق فاتح والا كيما لون البحر هكا؟ الازرق غامق شوي. ازرق غامق ان شاء الله اسهل شوي، خاطر هذاك جينيرالمون اكحل مخلط بلون اخر، نورمالمون تنجم تبدا في الحصص نتاعك، اذا كان الموتيف مش كبير قداش من سنتي تقريبا؟ على قداش؟ ما نعرفش بالضبط قداش من سنتي دكتوره، ما هو يبدا من المرفق نتاع يدي حتى للمنكب معناتها. من المعصم حتى للمنكب؟ بالضبط. اي كوميم سيرفاس كبيره هذيا وهو ان غولييف. نتوقعوا نتصور انا على ما وصفت لي انا ما شفتوش مباشره 6 حصص لازمين، وبين الحصه والحصه شهرين مينيموم، وفي الصيف ما نعملوش. كي تحسب هكا يفو كونتي 2 ans تنحيا. 2 ans على معناها على برشا اشهر، معناها بين الحصه والحصه شهرين، معناها في الشتاء الواحد باش يصح لنا 3-4 حصص، والشتاء اللي بعده نعمل 3-4 حصص اخرين، معناها هكا باش تكون الريزونمون. شفت كي نقولوا احنا 5 حصص بيناتهم شهرين، باسيون يضرب 5 × 2 يقول لك 10 شهور، رانا في الصيف ما نعملوش. اي دونك احنا باش نحن قاعدين نحكيو على الاشهر نتاع الشتاء.
دونك باش نوزعوا الحصص نتاعنا على الشهر نتاع الشتاء فوميو كومونسي مادام انت مقلقك ابدا فيه. كان لازم تبدا على مراحل يعني تنحي البارتي الغامقه اللي مقلقتك ولا اللي ظاهره من تحت الصوره. يا باغ اكزومبل احنا ساعات نختاروا مش لازم بشامل كل نحيوا فرد مره نحيوا اون بارتي. وهنا قلت لك افيك لي نوفيل ماشين ما تخافش مي اللي توصف لي فيه ستام معناها تري بون تاتواج دونك باش ياخذ لنا برشا وقت. فهمتك دكتوره. بربي عندي سؤال اخر. انا عندي زاد تاتواج اخر اما افي ونحب النحيه زاد كيف كيف معناها ياخذ نفس الوقت. شنو لونه؟ شنو لونه؟ نعملوه فرد وقت نوار هكا. وقداش عندك من عام اللي عملته؟ فما خمس سنين. خمس سنين اسهل من جديد. شفت التتواج اللي عنده خمس سنين بدنك ديجا بدا ينظف فيه بشويه دونك نورمالمون ان شاء الله باش يكون لنا اسهل من جديد. ونجم نعملوه من نص فرد وقت معناها ولا بالواحد؟ اذا انت تستحمل وجيعه اي ما فيها بيس معناها اذا كان تشوف بيان سور بيبلي باش يعمل لك نقيسوها بالمساحه حتى التكلفه راهو تدخل بعين الاعتبار يعني تو احنا ماذا بينا نحيو تتواجد الكل مي راهو سي ان لازير شير معناها نحسبوا بالسنتي مربع يعني ما نجموش نعملوا يد مومبر كامل ولا في حصه واحده ساعات اون شوازيد باش نقسموا مع الوجيعه وعلى الباسيون باش ما يتكلفلوش برشا نمشيو با بريوريتي. باهي اسكو العمر نتاع الباسيون دكتوره يدخل في اسكو نعملوا له نصلحوا له الوشم ولا خاطر توا ما عرفش حاسين باش ما يقولوش فما توا دي زادو ولاو برشا ماشيين في التوندونس نتاع الاوشام ولات حاجه كورونت على الاخر معناها وتلقاه ساعات كيما قال السيد من بكري اللي عملته في الصغر في وقت المراهقه ظهر لي هكاك باش توا ندم عليه. إذا كان هو عملوا وقتها وتعرف ساعات عنده بعضهم هما صغار ما عجبوش ولا تمنيكوا عليه ولا قالوا له مش حلو اللي قديته وانت ذا وذول لهم شي نحيوه صغير شوية في العمر. اسكو فيزابل اللي تنحالوا ولا لا؟ فيزابل أي ما كما قلنا شفت في عمر البلوغ وقت النمو فما الغيس دو سيكاتريس دونك باش نخدموا فيك دي بارامتر طايحين شوية خاطر راهو ينجموا يعملوا دي بوتريوميكوم احنا نسميوهم دي سيكاتريس اكزاجيري دونك نخدموا ميسيلج مش كيما لازير ايبيلاتوار نستناو حتى تستقرار الهرمونات بعد 18 سنة راهو نجموا نعملوا لازير كيسويت المهم الباسيون يكون متعاون معناها باش تجيب صغير مثلا عمره 13 سنة تلبسوا دي لونات وتحسوا بشوية المحلة وجاعة مش كبيرة برشا ما هيني قلت لك الباسيون لازم يكون متعاون في لازيغي بيكي سويتشي دي تاتواج الاحساس نتاعو درجه الحراره اللي يحسها عدد الحصص هذه الكل لازم يكون باسيون ناضج 13 سنه 14 صعيب شويه مي كي يبدا اكومباني بالكدا من اهله نجمو نبداو ماهوش كيما لازيغ بيلاتوار. ما بكري الدكتوره انجبت على الوحمات اللي تجي مش في الولاده بعد الولاده اسكو الوشمات ولا الوحمات اللي احنا تولدنا بهم اسكو يتنحاو باللازيغ هذا ولا لا؟ لا لي نيفي هذوما نبعدوا عليهم ما نعملوهمش لا اي فما هما لي زيتود توا الدراسات هكا كل واحد يقول واحد يقول لك ينجموا يتورموا فما يقول لك الغيسك لي مي سو كي سيغ اون سرا با افيكاس راهو صعيب العلاج نتاعهم فما جوست لو نيفيوس دو اوتا اللي قلنا عليه كيبدا شطر الجبين اكحل هذاك راهو يفتح بالكدا باللازير وعندنا لا ميلانوز ديرميك اكيز تجي في دوير الخشم تلقى اون نارين تحالت بالوقت الباسيون تولد عاديه بشويه بشويه غميقت الغمقيه هذيك تقلق برشا خاطر الانسان مخلوقش بها وما عندها حتى سبب هذيك نجمو نحيوها اوترومون تو سكي نيفوس كونجينيتال احنا نسميوه ساعات يقول لك انا تولدت بشهوه كيما الكبده والا لا لا اللي تبدا اون غولييف بيان سور ما نمسوهمش هذوك جراحيين يتنحاو لاسباب طبيه زاد جراحيين لاسباب تجميليه نخليو سيكاتريس كبيره نحيهم لاسباب طبيه مثلا اكثر من 20 سنتي يتجرح ديما مثلا يجي في المقعد ولا في بلاصه ديما تتجرح هذيك قرار ناخذوه مع الجراحين باش نحيوه جراحيين. باه نحكي على الشهوات اللي انا نعرفها دوما صعاب عليه شوي كان يقول لك امي توحمت على فريزه ولا توحمت على تلقاها بلاصه مرون شويه افتح اغمق شويه من الجلد هذيك تشكفي ولي تتنحى اي اما كي تبدا فريزه حمراء سي تندخل زي اي باه اوكي بريك المعنى احلام المهدي مرحبا بك احلام وعلى عسلامه عسلامه لاله مرحبا بك تفضل مرحبا بك عايشه بربي نحب نسال الدكتوره انا عندي تتواج مقبول برشا معناها يعني عنده 15 سنه 16 15 سنة اسكو فما بوسيبيليتي يتنحى ولا نفس الألوان ولا شنو مال الألوان؟ شنو مال الألوان؟ ألوان ولا أكحل؟ شنو مال الألوان؟ لا الأخضر هذاك الوشم القديم هذاك تقليدي احنا يبدا أكحل عاتي على الأخضر هكا اي الأكحل عاتي على الأخضر وتعمل بودغ نتاع شنو؟ نتاع أونكر دو شين ولا نتاع كحل ولا الرماد نتاع الفحم باش تعمل؟ كنت تفكر والله ما تفكرش برشا قديم بستيلو تعمل ولا بالابره الابره تقليديه تاع الخياطه بستيلو ذهب بستيلو دونك هذا ستيلو سي لو تاتواج اماتور ماهوش ستيلو تاتواج تراديسيونيل نتاع الاجداد وماهوش لو بروفيسيونيل احنا نسميوه ان تاتواج اماتور يعني نتاع هوات هذا في الوسط يتنحى
ما تخافش منه، لونه نورمالمون ماهوش صعيب، مي يفو كونتي 3-4 حصص كيما قلنا، راهم ما نجموش نوعدوا الباسيون بعدد معين، بويسكو يحكم فينا الطقس، يحكم فينا ليبيسور، مي نورمالمون مادام قديم راهو بدنك ديجا بالخلايا البيضاء بدا ينظف فيه، دونك ال 15 سنه هذوما اكيد عاونونا باش يربحونا في حصه ولا اثنين سي سيغ، ونواصلوا باللازير بيان سيغ. يعطيك الصحة دكتورة، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. عسلامة سي وليد. عسلامة عسلامة الله هاجر، شنو حوالك؟ قبلنا يا كبدي. هكا هو أخيرا أول مرة في بلاتو. ها حلو السيستم الجديد تاع يافا. والله يعجبني على الأقل لما نتقابلوا أنا وياك في كل واحد كل واحد يعدي الكرة لصاحبه. هكا ولا ايه؟ قول لي كورتك وين تلعب انت؟ انا بعد شوي. انت بدلت الموف ما تحسك. هكا وبدلنا الوقت، بدلنا رجعنا ساعة. كيما يقولوا فيها اي اف ام ديما تعيش. دكتور نحيوك، كنت نسمع فيك. عايشك ربي يخليك. ايميسيون وحلقه ممتازه اليوم، نتصور نفعت برشا العباد خاصه اليوم. ربي فضلك. عايشك. دونك ياجر باش نبدلوا توقيت العبيله، العبيله باش تولي من الاربع على الخمسه. فكينا وقت الدوامه سي محمد خميسي. دونك هكاك احنا بالفكر. انت مازلت مستحفظ على وقتك امورك واضحه، فونت كوميرس قوي نتاعك انت. دونك من الاربع الخمسه تلقاو العب يلا في حله جديده مع انتدابات جديده. ان شاء الله تعجب المستمعين، وان شاء الله نستحفظوا على مستمعين تاع الدوامه. لا لا تستحفظ وتعجب، وباش نركب بلاصتك حتى انت تولي فونت كوميرس مريم. يعيشك ميرسي بوكو. يعيشك يا جو. يعيشك يعطيك الصحه الله يخليك. دكتور بارك الله فيك، يعطيك الصحه. ميرسي لمحمد شحا في الاعداد، ميرسي لامين في الاخراج، ميرسي لزميلتنا ايمان جدي في اي اف ام تي في. كنت معكم هجر الحناشي، باي باي وفي الامان. بعد شوية يجيكم وليد زريات في